بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثتها إحدى المستمعات، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ صالح وتقول إن والدها لم يصلي صلاة متواصلة، بل كان يقطع في الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، ثم إنه مرض مرضا شديدا في آخر حياته ولا يدرون كيف يكون تصرفهم معه، جزاكم الله خيرا، إذ أنه لا يستطيع أن يصلي وهو في غيبوبة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمن تركها متعمدا فإنه يخرج من دين الإسلام إلا أن يتوب إلى الله ويحافظ على صلاته. فإذا كان والدكم الذي سألتم عنه يترك الصلاة متعمدا وهو وافر العقل فإنه يعتبر غير مسلم، لكن إن تاب إلى الله، إن كان حصلت منه توبة إلى الله قبل أن يموت، فإن الله يتوب على من تاب. أما إذا كان مستمرا على حاله لا يحافظ على الصلوات ويضيعها، سواء كان يضيعها كلها أو كان يضيع بعضها، يصلي مرة ويترك أخرى وهكذا، فإنه يعتبر غير مسلم ويعامل معاملة غير المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سليمان المسند من الدمام بعث يسأل ويقول سمعت حديثا من إمام المسجد يذكر فيه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، ومنها قولهم رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، حيث قال إنه لا يجوز الدعاء للوالدين، وأن على المصلي أن يقول رب اغفر لي فقط ويكتفي بذلك. هل ما جاء على لسان ذلكم الإمام صحيح؟ وهل ما ذكر في ذلكم الكتاب الذي قرأ فيه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. للمسلم أن يدعو في صلاته لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، وهذا موجود في القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. فالدعاء للنفس وللوالدين وللمسلمين هذا مشروع ولا حجر في ذلك، ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع من الدعاء للوالدين في صلاة الفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من القريات تقول هيفا بابا أم باسل لها جمع من القضايا، في إحداها تقول إذا نويت بالصلاة لوالدي أو لوالدتي أو لأحد أقاربي أو لزوجي، هل يجوز أن أصلي لهم بعد وفاتهم وأنوي الثواب لهم؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني تكون للمصلي أجرها وثوابها، وللمصلي أن يدعو لمن أراد من أقاربه الأحياء والأموات ومن المسلمين أن يدعو لهم في الصلاة وفي خارج الصلاة، وذلك ينفعهم، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة عندما كنت في سن المراهقة كنت أصوم وأفطر في رمضان بعذر وبدون عذر، ولم أقضي تلك الأيام التي أفطرتها ولا أعلم كم عددها، والآن والحمد لله هداني ربي وأصبحت
أصبحت أصلي وأصوم ولا أفطر يوما واحدا حتى لو كنت مريضة، إنني أصوم لله تعالى. أفتوني ماذا علي في تلك الأيام التي أفطرتها بجهل مني وأنا في سن المراهقة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي وفقك للتوبة، أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإسلام. وأما ما تركتيه من الصيام في حال المراهقة هذا فيه تفصيل، إذا كان ذلك بعد البلوغ فإنه يجب عليك القضاء، قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان، وأن تكفري مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. أما إذا كان تركك للصيام قبل البلوغ فإنه لا حرج عليك في ذلك، لأن الصيام إنما يجب على المرأة إذا بلغت، لأن ظهرت عليها إحدى أمارات البلوغ، ومنها الحيض إذا حاضت، ومنها علامات البلوغ المعروفة انبات الشعر حول القبل، ومنها بلوغ 15 سنة، كل هذه من علامات البلوغ. فإذا ظهرت علامات البلوغ على الغلام أو على الجارية فحينئذ تجب عليهم التكاليف الشرعية ومنها الصيام. فمن أفطر بعد البلوغ يوما أو أياما من رمضان وجب عليه القضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. منذ 4 سنوات اشتريت طقم ذهب وسعره 4000 ريال ولم أخرج عليه زكاة، ماذا علي؟ إذ سمعت من بعض الناس أنه لا زكاة على الحلي، وبعض الناس يقول إن عليها زكاة، بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا، وأي العملين أتبع وفقكم الله؟ هذا الحلي إذا كان معدا للتجارة أو للقنية والاحتفاظ به للحاجة فهذا فيه الزكاة على كل حال، إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، وهو أن يخرج منه ما يقابل ربع العشر. أما إذا كان معدا للبس والزينة تتحلى به المرأة وتتزين به فهذا قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين، الجمهور أنه لا زكاة فيه لأنه في عداد المستعملات كالثياب والمركوبات من البهائم والسيارات والمساكن والمؤجرات، كل هذه لا زكاة في أصولها لأنها معدة للاستعمال والاستهلاك. والقول الثاني أن الحلي من الذهب والفضة خاصة فيهما الزكاة مطلقة، سواء عد للتجارة وإنما أو عد للاستعمال واللبس، والمسألة خلافية. فإذا خرج الإنسان من الخلاف وأدى زكاة الحلي هذا أحوط وأبرى للذمة وفيه خروج من الخلاف، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عمر من جدة بعثت برسالة وضمنتها جمعا من القضايا، تقول في إحداها: أنا امرأة أبلغ من العمر الآن 50 عاما، وكن في الماضي عندما نطهر من الحيض نصلي الصلاة المفروضة في وقت الطهر ولا نقضي الصلاة التي قبلها، فمثلا إذا طهرت المرأة وقت العصر تصلي العصر ولا تقضي الظهر، وقد سمعنا خلاف ذلك، فما العمل فيما مضى من الصلوات علما بأننا لا نعلم عدد الصلوات التي فاتتنا؟ جزاكم الله خيرا. قد نص أهل العلم رحمه الله على أن المرأة إذا طهرت في وقت صلاة العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في صلاة إذا طهرت في وقت صلاة العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند الضرورة كما في حالة السفر وحالة المرض، وهذا نوع من الأعذار، يجب عليها صلاة أداء الصلاتين اللتين في هذا الوقت، وما فات عليها أن تجتهد في تحديده وبيان عدده وتقضي بالاجتهاد وتحتاط لذلك، والله يعينها. اللهم تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن نعلم أن من السنة أن نسبح 33 ونحمد الله 33 ونكبر الله 33، فإذا زدنا على ذلك ولو من غير قصد ما الحكم؟ لا حرج في ذلك، لو أن الإنسان أكثر من ذكر الله بالمئات ومئات المئات وذلك أعظم للأجر وأكثر للثواب، وهو زيادة خير، ولكن الحد الأدنى لحصول هذا الثواب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تكبرون الله 33 وتحمدون الله 33 وتسبحون الله 33، تقولون تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا اقتصر على هذا ففيه خير وإتيان بالمشروع بعد الصلوات، وإذا زاد عليه فذلك زيادة خير والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الصلاة أحيانا نقرأ آيات فيها سجدة ولكن نسه أحيانا ونركع بدل سجود التلاوة، فما الحكم؟ سجود التلاوة ليس واجبا حتى لو تركه الإنسان متعمدا،
عمدا فلا حرج عليه، كيف إذا تركه ناسيا فلا حرج عليه من باب أولى. الحمد لله. الحمد لله. عندما يقرأ المقرئ في جهاز التسجيل بأي موضع السجود ويكون المستمع غير متوضأ، فهل يسجد للتلاوة أو فما الحكم؟ لا يشرع السجود لاستماع الشريط، لأن سجود المستمع إنما إذا سجد القارئ، يشرع للمستمع أن يسجد إذا سجد القارئ، ولا قارئ هنا، وإنما هو صوت فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أم عمر من جدة وتقول: إذا كان الإنسان في سيارة مثلا أو في مكان عام وهو يقرأ في نفسه ووصل إلى موضع السجدة، هل يسجد في أي مكان يكون فيه، أو يؤخر آية السجدة إلى أن يرجع إلى بيته، أو يؤخر السجدة أيضا إلى أن يرجع إلى بيته، أو يكتفي بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. أصل سجود التلاوة كما مر ليس بواجب. الحمد لله. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفعل علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. فإذا كان الإنسان يقرأ وهو في مكان غير مناسب للسجود أو لا يتيسر له السجود، ليس هذا بواجب عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مسح الشخص رأسه في الوضوء وأراد أن يمسح أذنيه، هل يلزمه أن يأخذ ماء جديدا أو يكفي الماء الذي مسح به رأسه؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه يكفي بقية الماء أو بقية البلل الذي مسح به رأسه، لأن الأذنين من الرأس، فيمسحان بما يمسح به الرأس. نعم. أم أحمد من الأحساء بعثت تسأل وتقول: عندي طفل عمره 9 أشهر وأريد فطامة، وعندما فكرت في ذلك قال لي أحد الأشخاص: إذا أردت فطام ابنك فلا تفطميه في شهر شعبان، لأن الله لا يقطع الأرزاق في هذا الشهر. فهل ما قيل صحيح؟ وهل هناك شهر محدد ينبغي ألا نفطم الأطفال فيه؟ جزاكم الله خيرا. المرأة ترضع طفلها ما دام محتاجا إلى الرضاع، فإذا استغنى عنه يأكل الطعام فلها أن تفطنه، قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاع إنما يكون بحسب الحاجة، وإذا استغنى عنه الطفل فإن والدته تفطنه عند تمام الحولين أو قبل ذلك. ولا صحة لهذا الكلام أنها لا تفطمه في شعبان، هذا من كلام الجهال أو من كلام الخرافيين الذين يعتقدون في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة اعتقادات غير صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا إفطام الأطفال في شعبان أو في رجب أو في أي شهر من أشهر العام جائز، ليس له شهر معين. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من سوريا يقول المرسل مروان البطل يسأل ويقول: هل يوجد في كتاب الله آية يخاطب الله بها نفسه سبحانه وتعالى؟ لا أعلم شيئا من ذلك، وإنما الخطابات التي في القرآن الكريم إما أن تكون موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، وإما أن تكون موجهة إلى الناس عموما المؤمنين والكفار: يا أيها الناس، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وإما أن تكون موجهة للمؤمنين خاصة، هذه هي النداءات الموجودة في القرآن، وإما أن تكون موجهة إلى كائنات مسخرة بقوله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بقوله تعالى: يا جبال أوبي معه. فهذا نداء تسخير وأمر من الله سبحانه، أمر كوني من الله سبحانه وتعالى. أما أن الله يخاطب نفسه في القرآن فلا أعلم شيئا من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رأيت في بعض الكتب أن المرأة لا يجوز لها أن تختلط ولا تخرج صوتها بين الرجال، فما حكم صوتها في القرآن الكريم وفي الابتهالات؟ المرأة لا ترفع صوتها في القرآن ولا بغيره عند الرجال لما في ذلك من الفتنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. فأمر النساء بالتصفيق ولم يأمرهن بالتسبيح لما في أصواتهن من الفتنة. وكذلك في حالة الإحرام الرجال يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية، والمرأة تلبي ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها فقط لما في ذلك من الفتنة للرجال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يوجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معناه: من لم يوتر فليس منا؟ نعم. نعم، هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يوتر فليس منا، وهذا من باب الوعي، من باب الوعيد والتأكيد والحث على صلاة الوتر. جزاكم الله خيرا. هل يقصد بهذا الحديث أن الصلوات الخمس إذا لم تختم بالوتر ليست مقبولة؟ الوتر ليس للصلوات الخمس، وإنما هو لصلاة الليل،
إنما هو لصلاة الليل. وأما صلوات الخمس فليس لها وتر، وإنما لصلاة المغرب وتر النهار كما في الحديث أنها لم تقصر في السفر لأنها وتر النهار. نعم. وأما وتر الليل فإنه يكون بعد صلاة العشاء، فيما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. وكونه يجعله بعد صلاة الليل أو يصلي قبله ما تيسر من صلاة الليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فهذا أفضل، وإن اقتصر على الوتر أجزأه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم البراء من مكة المكرمة بعثت برسالة وضمنتها سؤالين. السؤال الأول تسأل عن العطور المنتشرة حاليا والتي يقال أن فيها نسبة من الكحول، هل يجوز استخدامها أو لا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأطياب والمستحضرات الطبية إذا كان فيها نسبة من الكحول فإنه ينظر، فإن كانت هذه الأشياء يسكر كثيرها، لو شرب منها شيء كثير فإنه يسكر، فإنها تكون حراما ونجسة، قليلها وكثيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. أما إذا كانت هذه الأمور لا تسكر، لو شرب منها لا تسكر، فإنها لا تحرم، ولكن تجنبها احتياطا أحسن وأتم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل البسملة تعتبر جزءا من كل سورة، أي أنها آية منها؟ فإن كان الأمر كذلك ونسي شخص قراءتها في الفاتحة في صلاته، هل صلاته صحيحة؟ صحيح أن البسملة آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا في سورة النمل في قوله تعالى: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل. وأما في غير هذا الموضع فإنها آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ونزلت في افتتاح السور وتكتب في أوائل السور في المصحف الشريف، إلا فيما بين براءة والأنفال فإنها لا تكتب لأنها لم تنزل في هذا الموضع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عمر عيسى محمد أحمد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: في الصلوات السرية هل يجوز للمأموم أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة، حيث أنني أحفظ قصار السور وبعد قراءة الفاتحة أبدأ في قراءة سورة ثم أجد الإمام ما زال قائما ثم أبدأ في قراءة سورة ثانية وثالثة وهكذا، فهل يجوز لذلك أم أكتفي فقط بقراءة سورة واحدة بعد الفاتحة، مع العلم أنني في حالة الاكتفاء بقراءة سورة واحدة والإمام ما زال قائما أجد نفسي وقد سرحت بفكري بعيدا عن الصلاة؟ لا بأس بذلك أن تقرأ عدة سور بعد الفاتحة، لا بأس بذلك، ولا تسكت في الصلاة وإنما تقرأ إلى أن يركع الإمام. إنما الذي يحرم تكرار سورة الفاتحة، لا يجوز تكرارها لأنها ركن وركن لا يكرر، وما عداها فيجوز أن تكرر السورة ويجوز أن تقرأ بعدة سور بعد الفاتحة، لا سيما إذا كنت مأموما فإنك تقرأ ما تيسر إلى أن يركع الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص في الرياض نوى أن يمكث أياما قليلة في جدة لقضاء بعض الأعمال الخاصة، ويقول: ما دمت سوف أذهب إلى جدة فإن شاء الله بعد الانتهاء من أعمالي سوف أؤدي العمرة، فإذا أحرم هذا الشخص من جدة هل عليه شيء لتجاوزه الميقات؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان نوى العمرة من الرياض فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، سواء إذا مر به يحرم بالعمرة، وإذا وصل إلى مكة يؤديها ثم يخرج إلى جدة، هذا أحسن له وأيسر له، أو يذهب إلى جدة محرما ويبقى في إحرامه إلى أن يرجع إلى مكة ويؤدي العمرة. وإن كان ذلك يشق عليه لطول المدة فإنه يذهب إلى عمله، فإذا أراد العمرة يذهب إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه بالعمرة. أما لو أحرم من جدة في هذه الحالة فإنه يكون عليه فدية ذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. هناك من الأدعية المأثورة الدعاء الخاص بالصباح والمساء: أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله. والسؤال: متى يكون وقت الدعاء؟ هل في الصباح عند صلاة الفجر، أم عند أذان الفجر، أم عند طلوع الشمس، أو عند الاستيقاظ من النوم؟ في أي وقت؟ وفي المساء هل هو عند مغيب الشمس، أم بعد صلاة المغرب، أم عند أذان المغرب، أو بعد صلاة العشاء، أو عند النوم؟ جزاكم الله خيرا. يكون عند بداية المساء وعند بداية الصباح، عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس، وإذا كرره بعد ذلك فلا مانع، لا مانع إذا كرره بعد طلوع الفجر عدة مرات أو كرره بعد غروب الشمس عدة مرات
أو حتى قبل غروب الشمس في آخر النهار، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى